ويعني غارات عنيفة استهدفت مدينة صور اللبنانية، هذه المدينة التي يعني توجه لها نداءات عاجلة بالإخلاء. يعني القصف تم في مربعات سكنية تعج بالمدنيين، تهديدات أيضا مستمرة لإفراغ هذه المدينة من سكانها. هذه المنطقة المستهدفة والتي تعد قلب المدينة، ماذا يعني اليوم استهداف إسرائيل لمدن تلعب دورا محوريا في كامل جنوب لبنان وباعتبارها مدينة رئيسية؟ اليوم من الواضح هذا التصعيد الكبير في مدينة صور وضرب الأحياء السكنية والمحلات التجارية الحيوية على الساحل. يعني اليوم هذه المنطقة جدا صحية، اليوم من المعروف هذه المنطقة هي يعني حضور لافت لحركة أمل، لها في حضور لافت حركة أمل، وأيضا محسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه برلي. وعلى ما يبدو بطبيعة الحال هذا التصعيد هو رسالة من الكيان الإسرائيلي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقبول بالشروط الإسرائيلية الذي يعني أبلغ المبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى الرئيس بري أول من أمس. فبالتالي هذا الاستهداف له دلالات سياسية، وأيضا نحن نعرف أن الكيان الإسرائيلي يعمل على أيضا الاستهداف يعني وعلى تكبير وسعة رقعة الحرب، وأيضا على التصعيد الكبير في المناطق الحيوية. لكن معروف صور هي محسوبة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبلدية صور هي أصلا كمان محسوبة على نبيه بري. فبالتالي هذه رسالة سياسية لرئيس مجلس النواب للقبول بكل الشروط الإسرائيلية.